Le répondeur des enfants. Répondeur des enfants. شو رايك في العرس؟ باهي. علاش باهي؟ قولي شو الباهي فيه؟ عطل فيها كل عيد ميلاد. ايه شو في اخر؟ فيها كاتو والسنان اسنان. فيها الخضر. ايه هذا العرس فيه كاتو وخضر. اي شو اخر؟ شو في اخر العرس؟ وين القطط ويبقى الليل؟ خايف. خاطر خاطر يقعد حتى لليل. اوه يبدا يصح يس يغني وكل شيء وبعد يقعد حتى لليل اني نرقص وزي تعب. خاطر الغناية قوية. كل زغريت يوزع لي راسي. والغناية هذيك تبدا تغني بالقوي. خايف. علاش خايف؟ على خاطر في الزغريت يزعل وضنية. شو آخر؟ وفما غنية خاصتها قوية. وش بيها؟ معناها ما تحبيش الغنية ذي أنت؟ علاش؟ نحبيش. كان جاي صوتي قوي مرام تحت على راسها جاي الدم. شكوني مرام؟ أختي أنا. وين طاحت في العرسة؟ وي وش طاحت؟ تحت بالموسيقى معك على الصوت على الصوت وشركول وطاحت. حبيبة قل اسم الله عليك يا مرام. اسم الله عليك يا مرام. خايف. عليش خايف؟ قالوا نبقى وبلسة في العرس. شكون بربصها؟ قال نبقى وبلسة في العرس. خاطر نقعد وبرصة في العرس هكا. وين تحبش تقعد برصة في العرس انت؟ عليه هكاكا. شكون باهي في العرس؟ روبا. روبا باهي في العرس؟ زاد الفطور ياكلوه غاديك. شو باهي؟ شو يعجبك في العرس انت؟ يعجبني مرتي وكا هو. وين مرتك؟ مرتي مازالت صغيره باهي عرفت ما عنديش فاتني تفضلي معايا. جبت شي بعتوه معاك؟ كي نكبر شويه ماما جايب لي مرتي ومن بعد فاتني تفضلي معاها بالحق صعيب. Le répondeur des enfants. Répondeur des enfants.